مرحبا بكم مشاهدينا، هذا أحمد يوسف يحييكم وحلقة جديدة من حوار اليوم. مع تحول العالم نحو مصادر الطاقة المستدامة، تبرز مصر بوصفها الدولة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التميز في مجال الانتقال إلى بنية تحتية للطاقة أكثر استدامة بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي والجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وقد أكدت دراسة أمريكية حديثة نشرتها دورية ساينس أوف ذا توتال إنفايرمنت أن مصر لديها فرص للتحول إلى دولة رائدة في تطوير طاقة الرياح بمنطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط، مع إمكانية إنتاج فائض قدره 76 جيجاوات في الساعة بحلول عام 2050. وتهدف مصر إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة للحد من ارتفاع انبعاثات الكربون، حيث تتمتع البلاد بقدرة توليد غير مستغلة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ 74 ألف تيراوات في الساعة سنويا، مما يتيح لها تلبية احتياجاتها من الطاقة وأن تصبح لاعبا رئيس في أسواق الطاقة الإقليمية حول مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة. في مصر تدور حلقة اليوم مع ضيفي دكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة. مرحبا بك. مرحبا بحضرتك. نسعد بك في هذا اللقاء الهام وفي هذا الاستثمار أيضا البيئي الهام. اسمح لنا قبل أن نبدأ هذا الحوار أن نذهب إلى هذا التقرير مشاهدينا. انطلاقا من التحديات العالمية الراهنة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لاحت في الأفق الطاقة كمخرج من تلك التحديات وسبل للتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهار. فالطاقة هي الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في المجتمعات كافة وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ليس بعيدا عن هذه التحديات، خاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية. وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بكلفة تنافسية، وهي عوامل تساهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر. لذا تأتي إقامة مجمع بنبال للطاقة الشمسية كإنجاز عظيم يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة. فمجمع بنبان أصبح أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بعد أن اكتملت المرحلة الثانية من المشروع، والتي تقدر استثماراته بمبلغ 2,100,000,000,000 دولار. وهذا المشروع مصمم لترسيخ قطاع الطاقة المتجددة من خلال جذب مطورين من القطاع الخاص الأجانب والمحليين والداعمين الماليين. وتستهدف مصر أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 42% من مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2035، مع استحواذ الطاقة الشمسية على نسبة 25% منها. وتركز مصر أيضا على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك للاستفادة من هذا المصدر النظيف الجديد الواعد للطاقة، والذي من المتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات. ووصل إجمالي المساحات المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة 41,000 كم بأسوان والوادي الجديد والغردقة، لتسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتستمر مصر في تبني استراتيجيات طموحة بما يتماشى مع رؤيتها 2030 واستراتيجياتها الوطنية للمناخ 2050. هذه الجهود تجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة النظيفة، وتعزز من قدراتها في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتحقق نموا اقتصاديا مستدام. إذن ثروة مصرية كبيرة في الطاقات الجديدة والمتجددة، سواء طاقة شمسية أو رياح أو غيرها من الطاقات. وسؤالي الأول للدكتور سامح نعمان بعد تجديد التحية، يعني مصر معروف أنها تتمتع ب يعني وجود ظروف لإنتاج الطاقة الشمسية عالية جدا،
لكن سؤالي الأول، ما هو الفارق ما بين الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية؟ الطاقة الشمسية بتنقسم، أولا الشمس هي أساس الطاقة في العالم، سواء بقى طاقة شمسية ولا طاقة رياح ولا طاقة جيو من تحت الأرض الدقة الحرارية أو مياه، لأن الشمس هي اللي بتحرك الهواء وهي اللي بتأثر على منابع الماء وبتأثر على كل حاجة، ده الشمس. إنما لما نتكلم على الطاقة الشمسية، أنا بقسم الطاقة الشمسية لحاجتين، طاقة شمسية حرارية وطاقة شمسية كهروضوئية. الحرارية الطاقة الشمسية الناتجة من حرارة ناتجة من الشمس، يعني لو باخد حرارة من الشمس أقدر أطلع منها طاقة كهربائية. إنما لما باخد الضوء اللي موجود جوه شعاع الشمس بستخدمه وطلع منه طاقة كهروضوئية، لأن أنا بستخدم فيها مكونات إلكترونية اللي هي الدايودز، لما بينبعث عليها الضوء الساقط من الشمس بينتج عندي تيار كهربي أقدر أستخدمه اللي هي في ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية. إنما لما باخد الحرارة بتاعت الشمس، باخد الحرارة بالحرارة دي بطرق مختلفة بقدر أطلع منها الطاقة الكهربائية اللي أنا برضو بستخدمها بطرق مختلفة. يعني احنا عندنا مستويات عالية من الإشعاع الشمسي منذ سنوات، مساحات واسعة في الصحاري، واحنا بلد يعني علميا وبيئيا بلد صحراوية ولسنا بلد زراعية بالأساس، لكن استخدام الطاقة الشمسية لا زال إلى اليوم غير عملي مكلف، ما حقيقة هذا الموضوع؟ لا، هو عملي وكان مكلف. ليه؟ لأن هناخد مثال صغير، لو أنا أخذت 5% من مساحة جمهورية مصر العربية، احنا اولا يعني دلوقتي بنقول بعد التطور العمراني وما شابه ذلك وصلنا الى 8% من مساحة الارض، 9% 10% فلسه 10%، فاحنا لو اخذنا 5% من مساحة جمهورية مصر العربية وعملتها محطة طاقة شمسية بنوعين، الطاقة الشمسية الكهروضوئية اللي هي على التكنولوجيا العادية اللي احنا نعرفها دي هناخد منها 50 جيجا وات ساعة، لو أنا شغلتهم بس طول النهار في وجود الشمس بغطي كل ما تستهلكه جمهورية مصر العربية من طاقة كهربائية، وبيفيد عندي لا يقل عن 14 جيجا جاهز أن أنا أصدره من بره. أدي حاجة، يعني أخدت 5%. لو أخدت التكنولوجيا الحديثة من الطاقة الشمسية اللي هي الفوتوفولتك برضو هطلع لا يقل عن 70 جيجا وات، يبقى أنا بوفر عندي كل الطاقة الكهربائية طول النهار لجمهورية مصر العربية، وهيفيد عندي لا يقل عن 35 جيجا أقدر أصدرهم برضو بره. فإذا هي التكنولوجي موجودة، الإمكانيات داخل جمهورية مصر العربية من البيئة أو المكان والمناخ موجودة، ولكن هو الاستخدام والفكر الاستخدام والاتجاه لهذا الاستخدام هو ده اللي لسه لم يطبق بالطريقة الصحيحة. طب والتكلفة التي يعني التكلفة زمان كانت في الأول غالية جدا، دلوقتي بقت التكلفة يعني هدي لحضرتك مثال، كان زمان لما نيجي نعمل نقول الوات من قلب البانل كان بيتكلف دولار ودولار ونص، دلوقتي بيتكلف 2 سنت و 3 سنت 5 سنت، فادي الفرق في الديزاين، ادي الفرق في التكنولوجي. الصين هي تتقدم في هذا المجال، الصين تتقدم بنسبة 95% من الانتاجية، نقول 90% من انتاجية الطاقة الكهروضوئية على مستوى العالم. طيب وليست التكنولوجيا، طالما احنا افضل منطقة في العالم في الاشعاع الشمسي وفي السطوع الشمسي تحديدا ما يسمى بالسطوع الشمسي، لماذا لم نكمل الدائرة او المعادلة الى اليوم ونكون مصنعين لهذه التكنولوجيا ومصدرين لهذه الطاقة؟ طيب حضرتك لو بصينا عشان نقول نصنع، المكونات الرئيسية لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية اللي هي الكهروضوئية هي موجودة في بلدين على مستوى العالم منهم مصر، اللي هي الرملة البيضاء. الرملة البيضاء احنا مهما صدرناها بأسعار احنا بنستوردها بآلاف الأضعاف من السعر، كويس؟ لأن هي بتدخل في جميع مكونات الإلكترونيات. طيب لو انا استغلتها، طب استغلتها ده اتجاه استراتيجي للدولة مش اتجاه اشخاص او افراد طبعا او شركات. فاذا الخامة الرئيسية لانتاج المكونات موجودة الرئيسية في مصر. موجودة داخل مصر، احنا بنصدرها خام كنا كلها هقول لحد النهارده. طيب الفكر العلمي لاستخدام الطاقة المتجددة موجود،
هنقف بس عند الاقتصادي. الاقتصادي ده لو أنا وجهته داخلي أنا بنجح وأكسب، إنما لو وجهته لشركات خارجية أيا كانت نسبة الشراكة فأنا خسران، لأن أنا يعتبر بدي مقدرات وثروات البلد لخارج البلد. الطاقة عنصر رئيسي لا يمكن يخرج برا إمكانيات البلد. لأكون أيضا أمينا وصريحا، وأعتقد هذا السؤال أيضا مطروح من السادة المشاهدين، هناك طاقات أخرى الآن تنتج بطريقة أرخص، سواء طاقة نووية أو غيرها من الطاقات التي في النهاية تولي الطاقة الكهربائية. مدى دقة وصحة هذه المعلومات؟ شوف حضرتك، لو نبص لمحطة الطاقة الشمسية أقدر أعملها فين؟ وإيه المواصفات المكان اللي أنا هحط فيه محطة الطاقة الشمسية؟ وهعايز محطة طاقة نووية هحطها فين؟ محطة طاقة نووية لها شروط، إن الأرض ما يكونش فيها زلازل من قديم الأزل وغير قابلة إنها يبقى فيها زلازل، ولازم تكون على ارتفاع لا يقل عن 10 متر من مستوى سطح البحر، وإن يكون قريب من البحر عشان موضوع التبريد، وطبعا فوق 10 متر ده علشان التسونامي وما شابه ذلك من الأماكن، وبيكون عليها حرس. بعد ما بتعمل المحطة، طبعا هو المشاكل بتاعة المحطة النووية اللي هي إذا ما حصل في تشيرنوبل وما شابه ذلك دي الأجيال القديمة اتلاشت خلاص، تمام. والمحطة اللي عندنا في مصر متلاشي من هذا الموضوع. طيب كل الإمكانيات دي بتعملها في حتة معينة، لو ما تفرتش عندك في المكان مش هتعملها. لما المحطة الشمسية لا، المحطة الشمسية لمجرد أنك أنت في سطوع وبتسوي الأرض وبتحط المحطة الشمسية بتقدر تاخدها، لكن لازالت هي الأغلى حتى لو هي قلت أسعارها. يعني حضرتك الطاقة الشمسية لما باخد منها دلوقتي سعر الكيلو وات منها 1 سنت، من الطاقة النووية بيعادل برضو 1 سنت. يعني الطاقة الشمسية لما بتبقى غالية بتبقى 2 سنت، الطاقة النووية برضو 2 سنت. أدي حاجة. لا في حاجة تانية كمان حضرتك، إن أنا كل 3-4 سنين بغير الوقود النووي من هنا في الطاقة النووية، هنا ما بغيرش وقود ومش محتاج وقود، تمام؟ أدي حاجة. الحاجة التانية العادم بتاع الوقود النووي، النفايات النووية لازم أتلاشى منها أغطيها، أصبح أيضا جريني ومؤمن أيضا. يعني لا في مشكلة، ما زال في مشكلة. الطاقة الشمسية فيها نفس المشكلة اللي هي اللي هو الجيل القديم، لوح الطاقة الشمسية لو اتكسر مشكلة، لأنه بيطلع انبعاثات سامة خلاص. إنما الحديث منه اللي هو أحدث تكنولوجي ما فيهوش هذا الكلام. فإذا ده الفرق في الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية النوع الحديث منه ليس له أي ضرر لو أي لوح منه مقصر، إنما الطاقة الشمسية ده سعره اقتصادي نفس السعر. إنما الألواح التقليدية اللي احنا بنستخدمها واللي 95% من العالم بيستخدمها لها مشاكل، إنما الطاقة النووية لها شروط. طيب العالم الآن يتجه إلى سلة طاقات وكده، إذا الطاقة الشمسية هي الأكثر جاذبية الآن، أين مصالح العالم معنا لنستثمر جميعا في مصر طالما أنها أهم منطقة سطوع شمسي في العالم؟ ده اتجاه استراتيجي. احنا انا هدي حضرتك مثالين منهم. المثال الاول لما حصلت حرب روسيا واوكرانيا، اوروبا كلها اتجهت انها تبعد عن استخدام الغاز، وعملت شويه تحليلات كتيره واستخدامات انها تبعد عن الغاز، فمشيت على 3 محاور رئيسيه، انها تحط محطات طاقه شمسيه فوق البيوت في اوروبا وبالذات انجلترا والمانيا بالامر وعلى حساب الدوله. ده في اوروبا. في اوروبا علشان تقلل من استخدام الغاز ايا كانت النسبه اللي هتقللها. ادي واحد. الاتجاه الثاني انها تستورد طاقه كهربائيه، تستورد طاقه مش وقود، تستورد طاقه كهربائيه وطاقه متجدده وليست طاقه تقليديه. يعني الكهرباء اللي جايه لها اللي رايحه لها تكون رايحه من محطات طاقه متجدده. ليه؟ لان الطاقه المتجدده لا تخضع للعوامل الجيوسياسيه ولا تخضع للاسعار العالميه، يعني البترول بيطلع وينزل وبالتالي معها سعر الغاز. إنما الطاقة المتجددة بتعتمد على إيه؟ يا شمس يا هواء، والاتنين مالهمش سعر، دول ربنا اللي عطيهم، فبالتالي بيبقى السعر بتاعها تقريبا ثابت. الحاجة الثالثة إن هم بدأوا من 2020 في العمل على شراكات في إنتاج، شراكات وليست شراء، في إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر. شراكة ليه؟ علشان لما يكون هو شريك في المصنع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وحصل أي مشكلة سياسية أو جيوسياسية ما تقدرش تقوله لأ امشي مش هديلك، فبالتالي هو شريك فيبقى له حق إن هو ياخد من هذا المنتج. وناخد المثال ده دلوقتي، يعني حضرتك من يومين روسيا قفلت الغاز على بولندا وعلى بلغاريا وعلى النمسا، قفلتهم، قالت لهم يا إما تشتروا الغاز بالعملة بالروبل يا إما ما فيش غاز.
بعد ساعتين بولندا وافقت، بعدها بخمس ساعات النمسا والنمسا وبلغاريا وافقوا ان هم، وبعدين بعدها كمان بخمس ساعات طلع الاتحاد الاوروبي قرار مصرح للدول الاوروبيه كلها انها تشتري الغاز بالروبل. هو ده، دي الطاقه ودي قوه الطاقه، تمام؟ على الرغم ان كل الدول دي بتحارب روسيا، انما روسيا اجبرتهم خضعوا للامر. للامر. طيب يعني ايضا مصر بتحتل المرتبه الثانيه في انتاج طاقه الرياح في منطقه البحر المتوسط. هذه المعلومه ربما غير منتشره شعبيا هنا في مصر، لها دلاله كبيره بالتاكيد. هي طاقة الرياح حضرتك برضو فيها شقين، الشق المعتادين عليه اللي هي المروحة الثلاثة ريشة، ودي في مصر مهما إن وصل الارتفاع بتاعها ده بيبقى الفترة الزمنية في السنة للشغل لا تتعدى 3 أو 4 شهور، إنما الحديث منها بيشتغل 365 يوم في السنة، ده الحديث منها. احنا ما زلنا بنستخدم القديمة اللي هي الثلاثة ريشة اللي لا تتعدى شغلها في السنة 3 أو 4 شهور، نقول 5 شهور لو رفعت التوربينة لفوق. ولكن احنا كمية طاقة الرياح اللي موجودة عندنا في المنطقة بتاعة خليج السويس وخليج الزيت هي دي أكبر نسبة رياح موجودة في جمهورية مصر العربية للتوربينات الرياح اللي بتشتغل على 3 ريشة، ولذلك اتجاه العمل في هذا الاتجاه. دلوقتي بيشتغلوا في غرب السويس، غرب أسيوط، وغرب المنيا، وغرب سوهاج، والمشاريع الجديدة كلها داخلة في هذا المجال. وكمان من المنطقة دي طالع محطات الطاقة المتجددة اللي هتغذي أوروبا، طالع من المنطقة دي 3 محاور، 3 كابلات بحرية طالعة على أوروبا، اللي احنا كنا بنتكلم عليهم هو البند الثاني بتاع أوروبا تاخد منين الكهرباء. ده محور أولي من غرب دمياط ب 120 كيلو طالع على قبرص وعلى اليونان، وده 3 جيجا، واتنين تانيين طالعين برضو من غرب أسيوط والمنيا، طالعين على بورسعيد، ومن بورسعيد على مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح الأولاني طالع على إيطاليا ثم ألمانيا، والتالت طالع من مرسى مطروح على إيطاليا على المنطقة الصناعية اللي موجودة في قلب إيطاليا، وكل واحد فيهم 3 جيجا. طيب يعني هناك نهضة مصرية في ورؤية استراتيجية في عالمية وعولمة الطاقة أيضا. تمام. بس حضرتك هو المفروض بقى يكون التركيز الرئيسي الانتاج للطاقة المتجددة يكون مصري وليس شركات أجنبية. طيب بالمناسبة الطاقات الجديدة والمتجددة هي أحد الاتجاهات، هناك مصر تتمتع بميزة أعلى، الطاقات الكونية الموجودة هنا في مصر، وهذا اتجاه عالمي أيضا له خصوصية شديدة. ماذا يمكننا عن طريق الطاقات الموجودة في الهرم والطاقات الكونية من إنتاج وخدمة العالم، لنعود ثانية سلة طاقات العالم الوحيدة والمتفردة؟ الوحيدة والمتفردة، احنا كنا بنتكلم على الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين الأخضر ده أنظف وأحدث طاقة حاليا في إنتاج الطاقة بتوفيرها بالكميات اللي بتطلع منها. نرجع بقى لزمان أيام القدماء، الهرم كان بيستخدم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وانتاج الطاقه الكهربائيه. ولما بقول ان الهيدروجين اخضر من ايام القدماء المصريين، كان كل المعابد بتنور عن طريق بتضاء عن طريق المسلات اللي موجوده في المناطق المختلفه من الهيدروجين الاخضر اللي بيولد الطاقه اللي بتتصدر من قمه الهرم الى المسلات دي كلها اللي بتشغل كل الجهات اللي هي بتاعت القدماء المصريين بالطاقة الخضراء اللي طالعة من الهيدروجين الأخضر من قلب الهرم. فإذا وكمان مركز الهرم بالنسبة للكون هو معروف محطوط فين، وارتفاعه بالنسبة للمحيط بتاعه، كل دي نسب كونية لإنتاج طاقة كونية. وبالمناسبة كانت الهيدروجين الأخضر كان بينتج من المية اللي جاية من النيل اللي بتدخل في أول فتحة في قاع الهرم، ده كانت بداية عشان كده بنقول هيدروجين أخضر بيطلع بينتج من المية والطاقة الكهربائية، كانت بتدخل المية ونتيجة ذبذبات معينة بيوصل لآخر فوق آخر طبقة فوق أو الغرفة الثالثة كان بيطلع الهيدروجين الأخضر نتيجة الغرفة المعلقة اللي كانت بتطلع على سنتر الهرم من فوق. إذا نحن نستطيع أيضا إنتاج الهيدروجين الأخضر بطرق متعددة
ومزيد من البحث العلمي والعودة إلى الجذور والرؤية المستقبلية. حضرتك كل شعاعات الليزر اتخذت من تركيبة الهرم وإنتاج الهيدروجين الأخضر من داخل الهرم، الليزر وكل الأبحاث القديمة كلها من هذا من داخل الهرم. طيب عمليا الآن مصر هي أول دولة في إفريقيا تقطع خطوات جادة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كيف نعظم أقصى استفادة أقصى إنتاج أقصى فائدة ونكون رقم واحد في العالم وفي هذا المجال؟ شوف حضرتك، إحنا عندنا كل المقومات، ولكن يعني هو الهيدروجين الأخضر أساسه مية وأساسه طاقة كهربائية متجددة. المية إحنا عندنا 3200 كيلو متر ساحل أحمر، بحر أحمر وبحر أبيض متوسط، تحلية المية موجودة. إنما نرجع للطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة إن لم تتوفر بالكميات العظمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر هنفضل محلنا واقفين. يوضح لي النقطة دي. إحنا أول دولة صدرت هيدروجين أمونيا خضر للهند في نوفمبر 23، وأول دولة طلعت طاقة خضراء لأول سفينة حملت الشاحنات الكبيرة ديت اللي كانت طالعة من جنوب شرق آسيا، أو أعطتها طاقة متجددة 500 طن. أكبر دولة أعطتها الكمية دي، لأن عادت على سنغافورة وكوريا خدت كميات قليلة. فإذا إحنا أنتجنا الطاقة المتجددة، وعندنا عقد مع ألمانيا ب 397 مليون يورو، مع الاتحاد الأوروبي 397 مليون يورو، إن هم بياخدوا مننا أمونيا خضر من الهيدروجين الأخضر ابتداء من 27 لحد 33. ده إحنا على الشرق، في الشرق الأوسط إحنا كده، إحنا أول دولة كده. ولكن أنا لو أنا استمريت على هذا الثبات في دول تانية هتسبقني، إنما لازم نعظم إنتاجية الطاقة المتجددة لأن المية متوفرة والمنطقة الاقتصادية فيها المكان لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر متوفرة، والمكان اللي موجود في محور في الميناء في العين السخنة متوفر لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. فإذا الانفراستراكشر كلها موجودة والحوافز موجودة للإنتاج. يبقى اللي ناقص عندي في الحاجة دي كلها إن أنا أعظم إنتاجية الطاقة المتجددة، ولا أعتمد على الطاقة الشمسية الناتجة من الكهروضوئية. لأن لو بصينا للمغرب، المغرب بدأت خطوات ممكن تسبقنا بيها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لأنها بتعتمد على الطاقة الحرارية في إنتاج الطاقة الكهربائية. الطاقة الحرارية تشتغل معك 24 ساعة، إنما الطاقة الكهروضوئية تشتغل معك في وجود الشمس، يعني 7-8 ساعات في اليوم لا تزيد عن كده، تمام؟ فبالتالي هي عندها 24 ساعة طاقة كهربائية متجددة من الطاقة الشمسية الحرارية، وإحنا طالبنا بهذا الكلام. لو إحنا اشتغلنا في هذا المجال حرارية هيبقى عندنا إمكانية كبيرة إن إحنا نضاعف إنتاج الهيدروجين الأخضر 3-4 أضعاف اللي إحنا بنعمله دلوقتي. طب يعني عشان نفهم كمان ونربط الكلام بالرؤية الاستراتيجية، إذن الحرب الموجودة في العالم، نظام عالمي جديد نظام عالمي قديم، هي حرب طاقة. طاقة بالأساس، حرب في غزة، مشروع اقتصادي أمريكي، مشروع الطريق الحريري الصيني، أيضا حرب الطاقة هي الأساس. أي حتى في العالم كله أساسها طاقة. فإذا أنت أمسكت بتلابيب الطاقة خلاص سيطرت على الآن. سيطرت على العالم في كله. أبقى المثال بتاع روسيا، يعني الناس بتحارب روسيا وقال لهم مش هديكوا غاز وهم بيحاربوا وافقوا كلام. وحضرتك بتشدد على أن يكون مصدر توليد طاقة الهيدروجين الأخضر على سبيل المثال طاقة متجددة، لأنها هي تعمل أصلا طاقة متجددة. الهيدروجين الأخضر لازم يطلع من طاقة لأسباب معينة. الهيدروجين الأخضر مية، مية محلاة وطاقة متجددة، لأن الطاقة المتجددة تكلفتها قليلة. إحنا بنطلع الهيدروجين الأخضر ليه؟ علشان حفاظا على البيئة. طيب لو انا قارنت بقى انتاج الهيدروجين الطاقه المتجدده مع اي نوع من انواع الطاقه الثانيه، اولا الطاقه المتجدده لو شمسيه طاقه حراريه طاقه فوتوفولتك، كل كيلو واط بيديني 46 جرام، طاقه الرياح بتديني 12 جرام، الطاقه اللي بتطلع من الميه 5 جرام لكل كيلو. لو اخدت بقى انضف وقود احفوري بيطلع لي طاقه كهربائيه اللي هو الغاز، كل كيلو كهرباء بيديني قدامه 550 جرام ثاني اكسيد كربون. فاذا يبقى علشان احافظ على البيئه لازم يكون طاقه متجدده. ثانيا السعر بتاع الطاقه المتجدده ما بيعتمدش لا على غاز ولا على سولار ولا، فبالتالي هو التكلفه زيها زي اي محطه في الاول، سعره في النهايه بيبقى ارخص من اي نوع تاني جاي، من سواء بقى من فحم
نتيجه ثاني اكسيد الكربون مع ان الفحم رخيص في انتاج الطاقه الكهربائيه، او من بترول سولار ومازوت، او من غاز، هو ارخص من اي واحد من دول. طيب كان هناك اتجاه ايضا في الدراسات والابحاث ان نوحد في النهايه ناتج الطاقه، ان تكون طاقه كهربائيه في النهايه. ما هي كلها كده، على اساس ان السيارات ستكون كهربائيه، المصانع والثوره الصناعيه الخامسه كهربائيه والى اخره. شوف حضرتك، احنا دلوقتي لما بنبص على الطاقه بانواعها بنلاقي ان العربيات بتشتغل بيه بنزين. دلوقتي قالوا لا، الغاز افضل. فعلا الغاز افضل لسببين: اولا سعره هيبقى ارخص، ثانيا ثاني اكسيد الكربون. احنا بندور على البيئه. ثاني اكسيد الكربون المنبعث من الغاز نص القيمه اللي بتطلع من البنزين. لتر البنزين بيطلع لي حوالي 2.7 كيلو ثاني اكسيد كربون. يبقى اذا احنا اتجهنا ان احنا نقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. قالوا دلوقتي احنا بنشتغل على الهيدروجين لاستخدامه السيارات. هيدروجين بستخدمه في السيارات بطريقتين. في النص احنا سيبنا السياره الكهربائيه، انما نقلت على طول على الهيدروجين. السياره الكهربائيه بقى فيها خوف دلوقتي بعد السوفت ويرز وما حدث في لبنان. اي حاجه فيها الكترونكس فيها خوف. اي حاجه فيها الكترونكس فيها سيطره، طالما مش انت اللي عاملها مش بتاعتك. طيب لما بنقول على الهيدروجين بستخدمه بطريقتين: يا اما بستخدمه كغاز زيه زي الغاز اللي انا بستخدمه، الغاز الطبيعي وبيمشي السيارات، فده الموتور بتاعها زي موتور السياره اللي بتشتغل بالبنزين او الغاز. لو انا استخدمت الهيدروجين كايه؟ كغاز. انما لو استخدمته هيدروجين مضغوط بيتحول الى كهرباء داخل السياره، فبالتالي بستخدم السيارات الكهربائيه بالهيدروجين المضغوط تشتغل كانها تشتغل بالكهرباء وتصدر للعالم بقى في الحته دي. ما هو موجوده. اوروبا بتشتغل بهذا الكلام بالتكنيك ده. بالتكنيك ده والقطارات شغاله كده بهذه الطريقه. ربما تنخفض اسعار الكهرباء عندنا والوقود والطاقه. الطاقه الناتجه من الهيدروجين 2.8 ضعف اي نوع من انواع الطاقه تاني. طيب هل ناقصنا اهميه توطين التكنولوجيا الخاصه بطاقه الهيدروجين؟ احنا حضرتك عندنا ابحاث اشتغلت من اول بالذات زادت من 2020، مش احنا عندنا بس، ده على مستوى العالم. لان هو المشكله كلها في الايكولايزر اللي هو بيعمل تحليل لجهاز للهيدروجين اللي هو بياخد الميه والكهرباء ويطلع الهيدروجين، يفصل الهيدروجين من الاكسجين، هو ده شغالين عليه. في مصر شغاله الابحاث وفي تجارب شغاله عليه. هذا الجهاز هو اللي مخلي السعر في الاول غالي، انما مع تقدم الزمن والفتره اللي جايه هيبقى السعر ده رخيص وهيبقى تكنولوجيا عاليه. انا موجود 6 انواع منه، هيبقى سعره رخيص جدا، وبالتالي الهيدروجين الاخضر هيبقى في متناول اليد. طب من المعروف ان امريكا لديها اكبر احتياطي نفطي في العالم، اكبر الدول النفطيه الموجوده الان منذ بدء عصر البترول هي دول الخليج العربي، روسيا اكبر احتياطي غاز في العالم. السؤال: هل بهذه الوقائع والتخطيطات مصر ستكون او ستعود كما بدات حضارتها منذ 7000 لتكون هي سله الطاقه رقم واحد في العالم لا يقارن بها اي مكان اخر؟ طيب بس انا هقول يعني استسمحك هرجع للحته اللي هو الاولاني حضرتك قلتها بتاعت امريكا وروسيا والخليج. امريكا من ساعه ما مسك بايدن هي المفروض المخزون الاحتياطي بتاعها من البترول مليار برميل. للاسف بايدن نزلها ل 35%. ادي واحد. امريكا بتستورد يوميا 8 مليون برميل بترول وهي بتصدر 6 مليون. ولكن برضو السبب في المشكله هناك هو كان بايدن. فدايما امريكا محتاجه بترول على الرغم ان هي من اوائل الدول، انما بتحتاج بترول. كويس. الخليج بالكامل رهن الحركه البتروليه بتاعته والغاز خليج هرمز. لو خليج هرمز اتقفل لا يمكن برميل بترول واحد يطلع من دول الخليج في الخارج، فدي مشكله تانيه، لان هي بتطلع 20 مليون برميل بترول يوميا لبره، وبتطلع 25% من غاز العالم بره الخليج. بيطلعوا دول منين؟ من خليج هرمز. فالمضيق بتاع مضيق هرمز ده هو المشكله. فبرضه دي مشكله كبيره، ودي كانت الاسبوعين اللي فاتوا كان ليهم مشاكل بايران، كانت مهدده انها تقفل هذا الكلام. ده كله حاجات جيوسياسيه، سواء بقى بترول في امريكا ولا في ده، وبرضه روسيا نفس الكلام. انما الحاجه الطبيعيه اللي ربنا اعطاها لمصر ان احنا لا محتاجين ان احنا نصدر، لا محتاجين ميه ان احنا نصدر منها كهرباء،
ولا محتاجين ندور على بترول ولا ندور على غاز. انت عندك الارض وعندك الامكانيات من الطاقة الشمسية وعندك الامكانيات من طاقة الهواء من طاقة الرياح وعندك الامكانيات من طاقة المياه. لو انت استخدمتهم بخلاف الطاقة الكونية ده لو انت استخدمتهم بكفاءة عالية، انا بقول حضرتك 5 من 100 ناخد 50 جيجا، لو خدنا 1 من 100 هنبقى الضعف. لو انت استخدمت الكلام ده كله لا هيبقى عندك حاجة زي مضيق هرمز هتقفل عليك ولا عندك حاجة زي مخزون البترول اللي انت هتدور عليه. هل ستحتاجك امريكا والصين وروسيا وغيرها من المناطق في العالم في وقتها؟ طبعا كل العالم طاقيا لازم احتاجك. اوروبا محتاجك من دلوقتي. حضرتك بتقول لازم، لازم اوروبا محتاجك من دلوقتي. اوروبا بتجري ورا الهيدروجين الاخضر اللي موجود في شمال افريقيا اللي موجود في مصر. على ذات المنوال كيف يؤثر التحول الى هذه الطاقة الخضراء او الطاقة الكهربائية الخضراء على اسعار الطاقة مستقبلا؟ طبعا دي لو توفرت في مكان، ما طبعا هتختلف من مكان لمكان، انما لو توفرت في مصر بكمية كبيرة جدا لازم سعر الكهرباء، عندك منتج كبير فلازم سعره يقل مع انخفاض سعر المنتج نفسه. سعر المنتج مش هينخفض الا اذا توفرت الطاقه المتجدده بكفاءه كبيره بكميه كبيره جدا، وان سعر الجهاز اللي هو بيعمل التحليل للميه يكون سعره نزل. في ظل التحول الى الطاقات المتجدده او الطاقات اللانهائيه اللي هي اعلى من الطاقات المتجدده اللي هي الطاقات الكونيه، ما هو مستقبل البترول والغاز؟ البترول والغاز لا غنى عنه حتى 2050. ليه؟ لان مفيش الامكانيات اللي بدات بيها انتاج الهيدروجين الاخضر عشان يطلع طاقه خضراء، يعني كانت بلس كده او كانت دفعه في الاول وبدات تقل. بدات تقل نتيجه الحروب اللي موجوده والمشاكل الاقتصاديه اللي بدات في المناطق دي كلها، لان كلها عشان تشغل طاقه هيدروجينيه او طاقه هيدروجين كبيره جدا لازم تنتج طاقة متجددة كتيرة جدا. فين الاقتصاد اللي هيديك هذا الكلام ده؟ دلوقتي كله بيدور على الاقتصاد وبيدور على الأكل والشرب، ما بيدورش على انه ينتج طاقة كهربائية متجددة. طيب كمان الغاز أساسي لإنتاج الأمونيا الزرقاء، وهو المرفوض دوليا لإنتاج الأمونيا الزرقاء، وبيدوروا على الأمونيا الخضراء. يعني لو بصينا لأوروبا برضو كانت بتاخد الغاز من روسيا وبتنتج منه الأمونيا الزرقاء علشان الزراعة. لما وقف من عليها الغاز أصبح ما عندهاش أمونيا زرقاء. رجعت من 3 شهور ما كانت بتستورد من الأمونيا الزرقاء من روسيا، تضاعف استيرادها للأمونيا الزرقاء من أوروبا علشان تبتدي تشغل الأراضي الزراعية بتاعتها عشان وقف الغاز. إنما لما بنبص بقى على الحاجة اللي بتيجي من الطبيعة التي لا تعتمد على غاز ولا تعتمد على دولة تانية، اللي هي الطاقة المتجددة والمية اللي عندك وتطلع هيدروجين وبقى عندك الطاقة، يبقى لازم تكون رخيصة ولازم وطبعا بتصدم في كل حاجة، يبقى تصدم في جميع أنواع الطاقة. ميزتنا في مصر وقتنا بينتهي، ميزتنا تختلف عن دول شمال المغرب العربي إلى آخره في هذه الميزة، في المساحة وفي أكبر شعاع شمسي. عندك منطقة الخليج دي للطاقة المتجددة دي متوفرة بكثرة كبيرة جدا. توصل خليج ايه؟ منطقة خليج السويس. السويس نعم. خليج السويس وخليج اللي هو خليج الزيت كمان للطاقة المتجددة. فانت عندك وبعدين احنا عندنا كمان من جبل عتاب بنطلع 2.4 جيجا وات لما المشروع ده بيخلص، ديت من الطاقة المائية زي هذا السد العالي 2.4 جيجا وات. نهاية افهم من حديث حضرتك العلمي الاستراتيجي الهادئ المتزن ان مصر ستعود مرة ثانية بها خزائن الأرض بهذا الشكل إن شاء الله بإذن الله، علميا يعني دون عواطف مصرية يعني. ما فيش عواطف، ده الواقع. طيب نتمنى كل الخير والتفاؤل والبركات في مصر الجديدة المتجددة النورانية الكريمة من هذا الشعب الكريم ومن هذه القيادات الكريمة. نهاية هذا الحوار دكتور سامح نعمان، يعني علمنا العظيم، نورتنا في هذا الحوار. ربنا يحفظك ويبارك فيك. شكرا. شكرا جزيلا مشاهدينا. هذه مصر وهذه هي القيمة، ربما لا ننظر تحت أقدامنا الآن ولكن نفكر طاقيا وجيواقتصاديا بهذه الفكرة، وعلميا أيضا مهم التفكير العلمي. في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكر كل فريق عمل البرنامج كلهم باسمه وإبداعه، وكان معكم أحمد يوسف. إلى اللقاء.